السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة احنا مش هنقول وصفة ولا حاجة، النهاردة انا جاية اقول لكم علامات ليلة القدر بإذن الله. يا رب اللهم بلغ لنا ليلة القدر بسلام ان شاء الله يا رب جميعا. حسب وكالة ناسا الفضائية بتحدد موعد ليلة القدر، وهم 5 علامات هنقولهم مع بعض دلوقتي. أول حاجة إنها ليلة فردية من 11 الليلة الأخيرة من رمضان. تتميز إنها تاني حاجة بتتميز إنها ليلة معتدلة، فلا هي حارة ولا باردة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طالقة لا حارة ولا باردة. برضو عايزة اقول لكم ان التالت حاجة بتطلع الشمس في صباح اليوم اللي بعد ليلة القدر، بتكون باردة من غير شعاع، ما بيبقاش الشمس بتطلع ما فيهاش شعاع. رابع حاجة هي ان هي بتكون ليلة ما فيهاش نجم ولا بيهب فيها رياح، يعني بتبقى السماء صافية وما فيهاش نجوم خالص وما بيكونش فيها رياح خالص. خامس حاجة المسلمين بيشعروا في هذه الليلة بالسكينة والطمأنينة، الروح بتبقى مطمئنة والقلب بيبقى مطمئن من طبعا لذة العبادة والخشوع والصلاة ومن الدعاء وكده. أفضل دعاء بيقال في هذه الليلة هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، رأيت ليلة القدر، إن علمت أني رأيت ليلة القدر فماذا أدعو في اليوم ده، يعني أدعو بإيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يعني المفروض إن احنا ندعي في الليلة دي إن شاء الله: يا رب بلغنا الليلة دي كلنا جميعا، يا رب يا رب بإذن الله. كلنا ندعي ونقول: اللهم بلغنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب يا رب بلغنا هذه الليلة بإذن الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنب. اللهم بلغنا ليلة القدر بسلام يا رب، وكل سنة وانتو طيبين، ويا رب تعود علينا الأيام بخير، ودايما يا رب معايا، ويا رب دايما كلنا في خير وسلام بإذن الله. وكل سنة وانتو طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب تعود علينا الأيام بخير، وأتمنى يكون فدتكم بعلامات ليلة القدر إن شاء الله. واستنوني الفيديو الجاي إن شاء الله مع جيجي كل حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.